بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك عدالة تليها أيضا كسلوبتا تليها شي خوري إذا مضى وغوريو تليها خوري إذا كسلوبتا كارهان أبيه أساسي إسماعيل أحمد إسماعيل تليه جنرال بشير تليه هو رعيد إنك حوج دلك الصوماليات تليه دار إن دغر شو تدوم إنك حاجة ندى قبل كبنادر حلبان ندى سراكيشة ماذا حدا يلمان مرت شرفتا مركوه هو الرئيسة واند السلامي إن داس كسكو لمان ماذا حدا يتليه سراكيشة ألف ليدا يدب ليدا يقويسسكا عيدا كاسلوبت صوماليا وحان اذن كوه هم بلين آيا سند قردي كنتنات اكسو وريكتي آساسكا عيدا كاسلوبت صوماليا وحا شرف اخ مانتا كنتن سنة كدب ولي ان تاريخ ذاني اي نوش هاي ونال جوجو تليه أساسي أما أبيه أيضا كسلوك في الصومالية انت انا استاقى كحك تداهان وعن حسوسنا يدو مرنا اللي رهدو أسلوك ته أما اللي رهدو أسكرقال شرو أما اللي رهدو أيضا كأنشحة أما اللي يرادو عيدن كا لسيدة أخلاق دا توسن أما اللي يرادو عيدن كا دريال كا محابيستا عيدن كا دبلشين تا لغن علين تا عيدن كا اسمها يوحسو سار كا عيدن كا معمول دا حبسي دا دلك حالغي أبا إن داد بدن آني أقوانو لحين لكن تاريخ دا عيدن كأسلوب تا انتاس نوا إلا دا هاي عقلو إلا دا هاي وقتيجي أنقو عن دالين يرد حين قبلو هما ناي وقلان جيرن إلا قرسة دو حدي عن قلب كلوغي سو إيبن عيدن كأسلوب تا سومالي كنتن سنة كدب وحان السوغن نميد مرلباد ديبوديسكا عيدن كا أسلوب تكسكو إن أنا حسوسنا تاريخ ذا هدي أن دلني يرد الله حسوسين تاريخ ذا وحقوات كان إيسا إن يجحان جد كمستقبل كا عيدن كا هل كان جوجا وتلياش وجوه الريان وحيليهن أو يقبطان شقاء ذو البدن قف دنبيل أها قف كالله كياني أو للربا إنو توسيو وقف لو ديوي بمبو غانجا دي لغا سارة شغادة أي حايان وحالغو قياس كرا دب كاسو كلا وايو وحالغا ربا إن قف كدنبيل أها مر كالله كيانو إنسانو ينكدب أي بلشيدة ديبو سو عليان إساقو قف كاسي وهي هاي أباها تبليغ وناكل وهي كشقيان ولا جربا إن قف كيسقو نلا شكل دعي مارك الله كيانو أي سنة كدي بلشد دي بقصو عليان السقو حرف فضلة ورجك على مستقبل كيسة السقو رجالة وأجيده هملو إيد ديلو وهي كشقيان إن قف كالله كيانو isagoo qoontiisu liidato inay magdib ugu soo celiyaan bulshada qofkii oo aqoon leh lehna awood uu wax ku soo saarto si aanu dambi kale u gelin waxaa loo keenaa qofku isagoo isku caasiyay waalidkiisna ku caasiyay waxaa la rabaa inay bulshada dib ugu soo celiyaan isagoo waalidkiisna u baari ah isaguna naftiisa u baari ah sidaas daraadeed ayaa la rabaa inaanay shaqadu soo laalaaban
وقفك مر لإدين كانوا عن مركل لإدين سؤالين وأتكي جودة تام واجب كربتها بالشدة نعد عاويسان قف كاس نعد عاويسان سيدوك كله أيها الربا قفك لإدين كانوا الباب كل إدين كيسو قليو إن أنا فرصة هلين إنه ضاق دكبه إذن كا وحاتهن توسياشي دتكاس سيادو توسيسان مركا وحال الرواء إنا دوغاتان إن شيخ إمام كا هي آنو صلاة دجكرن عدنا هدي آنو ظاهر حين إذن كنا إنا دم وحتوسين كرننا هدي آدن إذن كتوسنين si markaad wax u toosisan waan dib u habaynta halkan aad ka wadaan lagu bilaabo ama aad xoog saartaan maadaama la idin ka rabo in aad dad Soomaaliyeed oo dhibaato ku dhacday noloshooda wax ka hagaajisan hagaaga in halkan laga bilaabo si idinku tusaalaad ugu noqotaan sanadihii aan soo dhaafnay 3 sano waxay dawladdu ku mashquulsanayd in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha ciidamada iyo dawlad wanaag si shaqadiin ay u sahlanaato marka iyadoo la sii wadi doono dib u habeynta ciidamada lagu sameeynaayo aniga oo mahadcelinayaa taliyayaashii qaybta libaax ka qaatay oo halkan fadhiya General Bashir, General Dahir, ugu horeeyaan lana sii wadi doono dib u habeyntaas oo dhalisayna inay sahlanaato in askari walba uu xuquuqdiisa helo ama qof walba oo shaqaalaha dowladda ay 3 sano la soo dhaafay xuquuqdooda helaan waxaa haddana muhiim ah maadaama dalku uu marayo meel ummadda rajadoodu ay ka soo kordhayso tii hore in cadaaladdana dib u habeyn lagu sameeyo halkana ay fadhiyaan ciidamada qalabka sida maxkamadoodii iyo wasiirka cadaaladda sababtu waxay tahay haddii ciidamada iyo hay'adaha dawladda keligood lagu sameeyo dib u habeyn oo aan hay'adihii cadaaladdana dib u habeyn lagu sameeyin waxaa halkaa ka dhacaysa in ay jiri doonto nidaam dawladeed oo aan isu dheelitirnayn sababtu waxay tahay geed walba jirid uu ku taagan yahay ayaa muhiim ah jirida dowladnimaduna waa cadaaladda sida qofka bil'aadanka uu hoy ugu baahan yahay uu hub ugu baahan yahay uu hunguri ugu baahan yahay uu caafimaad ugu baahan yahay ayay aasaas tahay cadaaladduna ciidankan halkan jooga shaqada ay hayaan marka ma u dhib yaraanayso haddii aan nidaamka cadaaladdana shaqo weyn la gelin si laakiin cadaaladdu ay u sugnaato waa inaan isla garannaa caqabadaha cadaaladda iyo dowladnimada inteeda badan hortaagay oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo qaraabakiilka laalushka iyo marqaati beenta dulmiga bareerka ah iyo danta gaarka ah oo laga hormariyo mar walba danta guud dhaqankii soomaali lagu yaqaanay oo ahaa dadkan soomaaliyeed waa dad runlow ah waa dad aamin ah waa dad deeqsiin ah waa dad cadaalad isku dhaqa geedaha hoostooda dhaqankii ahaa waa in dib loo soo celiyo si loogu soo celiyana ciidanka ayaa laga rabaa ama asluub ama military ama booliis inay iyagu noqdaan
albaabkii cadaaladda laga gelayo, sababtoo ah dalka difaaciisa iyagaa ka shaqeeya, badbaadinta ummadda iyagaa ka shaqeeya. Markii la kala ordo iyaga uunbaa taagan, markii la kala cabsadana iyaga uunbaa loo soo ordaa. Sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay in ciidankeenna aan xoog gelinno, ama ha ahaadaano military, ama ha ahaadaano booliis, ama ha ahaadaano asluub. Laakiin maadaama marka ugu dambaysa waxa isku keen hayn kara ay tahay cadaaladda, sida aan dib u habaynta ugu samaynay arrimaha militariga iyo booliiska iyo dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, ayaa la rabaa iyadana inaan u soo jeesanno arrimaha cadaaladda, sababtoo ah bulsho aan cadaalad helini midnimo ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna kalsooni ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna horumar ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna qabweyni ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna dhiiranaan ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna dhexdeeda is-aaminaad kama imaan karo, is-aaminaadna ma dhici karo haddii aan jirin ciidan horseed u ah. Mar labaad, ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaan idinkuga hambalyeynayaa sanad guuradii ka soo wareegtay 50-kii sano oo la aasaasay ka hor. Waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa aabbihii Soomaaliyeed oo ku bixiyey xoog iyo waqti maantana nala jooga. Waxaa marka muhiim ah in qofkaas Soomaaliyeed oo soo dadaalay, qof walboo nagamida ugu yaraan uu muujiyo ixtiraamku u mudan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.